أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالشأن المحلي، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وجه الرئيس السيسي بتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري. وشدد السيسي على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.